السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله الطيبين. الليلة يوم 16/12/2023، وأمس حقيقة يوم أمس يوم 15 ده الحرب تمت بالضبط 8 شهور. الحرب اللعينة التي أشعلها الكيزان تمت بالضبط 8 شهور، لكن يوم أمس كان من الأيام الفارقة أيضا، لأنه الثلاثي الرهيب، القادة الشجعان، القادة كيكل والقائد بيشا والقائد جوجة، جقموا ليك مدني. وطبعا الكيزان لعنة الكيزان. الكيزان كانوا قاعدين يجعجعوا في مدني هناك، والوالي الودوب بتاعهم الجديد الودوب قاعدين يجعجعوا يتنبروا وما تعرف شنو، ونحن وجهزنا ما تعرفوا حيجروا جونا ما جونا، لحد ما الحكاية هنا. فالمهم فجأة كده يقولوا الحكاية ما قالوا مولع في رسم، والوالي الجماعة صيجوا، والوالي والكيزان صيجوا، مرقوا في سنار، ممكن مرقوا في اسمع شنو الدمازين. المهم في الأمر أنه الكيزان طبعا كانوا متجدعين هناك في مدني وفي القضارف وكسلة وبالسودان والشمال ويمكن في الأبيض طبعا أكيد، وقالين نفسهم الحكاية ما بتجيهم هنا، وقاعدين يحرضوا هنا، وقاعدين يرسلوا أولاد المساكين الجماعة المستنفرين ده يرسلوهم يموتوا في الحرب الفارغة دي، وهم قاعدين هناك لحد ما جاتهم هناك مدني وحجيكم الأشاوز حيلحقوكم محل ما مشيتوا انتوا البرهان بتاعكم وكباشوا ياسر عطا هربتوا مشيتوا بالسودان وكلكم ناس فكي جبريل، الأشاوش حيجوكم ما حيخلوكم إن شاء الله يقطع دابركم. طبعا الكيزان طبعا افتكروا نفسهم يعني حيمشوا في السودان مدني هنا وحيكونوا آمنين هناك. ما في حاجة اسمها آمنين، الأمان في السلام يا كيزان يا وهم، الأمان في السلام. لازم تمشوا تتفاوضوا بجدية مع الدعم السريع عشان تصلوا لحل سلمي لهذه الحرب، وإلا فإن شاء الله حتولع في رصينكم محل ما مشيتوا. كيزان ملاعين، إن شاء الله ما في لكم طريق غير أنكم يعني تمشوا تتفاوضوا بجدية، وإلا فسوف تولع في رصينكم. وبعدين سبحان الله يعني هسه يعني الدعم السريع لما مشى مدني كل الدنيا قامت وجاطت وكواريك عجيبة جدا جدا، وهنا يعني قبل كم يوم لما الدعم السريع لما الطيران بتاع الجيش بيضرب في نيالا، نيالا ما في حارب هناك، يعني بضرب مش يضرب كمان حتى مناطق عسكرية، بضرب أحياء سكنية يعني انتقام من المواطنين. ده مش تصرف ذاته غريب جدا جدا. والغريبه كل الجماعه البلابس اللي كانوا في 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 الميديا وغيرهم والجماعه الكيزان الملعونين والعنصريين بيقولوا اي اضرب وما تعرف شو تضرب يضرب كيف يعني، ما هو المواطن ده هو حر يكون يأيد الدعم السريع أيد الجيش، في النهايه هو مواطن اعزل، يعني انت ممكن تستهدف المواطن الاعزل اساسا، المواطن الاعزل اطفال ونساء وشيوخ وغيرهم، ممكن تستهدفهم بحجه انه يعني مثلا مؤيدين لده ولا ده، ما في الدعم السريع هسه ما قاعد يستخدم يستهدف مواطن مثلا مؤيد للجيش ولا حاجه، بالعكس حتى ناس الجيش نفسهم الجيش الدعم السريع لما ياسرهم بيتعامل معهم بحكم جدا وبلطف شديد جدا يعني. لذلك يعني التصرفات الغبيه خالص التصرفات يعني عنصرية أساساً.